هشام، لأنه أسوأ من في الجيش هم اللي يحكموا في الجيش الآن، النخب الحقيقية والكفاءات والضباط اللي عندنا ضباط في شوف جهاز مخابرات تحول إلى جهاز يحوس غير على مرس وتراب ولزفيرات وتهريب السلع وتحويس كذا، الجيش جيش الحدود غير للتهريب، لأنهم القيادة فاسدة. أسوأ جنرال أنا نقولها، أسوأ جنرال، وهذا كلام تاع ضباط خدموا معاه، أسوأ جنرال في تاريخ الجيش الوطني الشعبي هو شنقريح. ما كانش واحد مكروه في الجيش مثله. نعم، ماكش محتاج تجيب شهادة تعليمية معاه. أنا نعطيك بالتاريخ، الراجل اللي يقعد 18 سنة في قرد واحد واش تسميه؟ النورادي. الراجل اللي قعد 14 سنة في منصب واحد تاع عقوبة في بشار، عقوبة نعم واش تسميه؟ هذا ما كاش ما أرضى منه، هذا رديء 100%. تخيل بالرداء هذه يا هشام، بالرداء هذه، بالرداء هذه، تخيل راه مسيطر على الدولة، مسيطر على الرئاسة، لأنه ما كانش رئيس الجزائر، ما عندهاش رئيس منذ وما كانش ضباط في الجيش اللي قالوا يقولوا له اوقف عند حدك، ما كانش حصة كاملة هشام. بوتفليقة اللي كانت أصيبة بجلطة دماغية في 2013 وكان يحكي. وليد عندك مشكل في الصوت، الصوت نتاعك بعيد. انا مانيش عارف مسموع لانه كان ماكش سنجل ابعث الجماعه خد فوق دونك فيري في شوف ما نعرفش الصوت الان الصوت على الشريط يعني برك مليح ها او برك مليح ارفع صوتك برك. قلت بأن هؤلاء اللي راهم الآن وهذه أعتقد أنكم تتفقوا معايا ما عندهمش حتى الشجاعة في اتخاذ القرار. إن نطال لو كوراج دو ديسيدي هذا في البيش هذا إن نطال هذا هو الواقع. هذا هو الواقع على بال سو سون دي جنود كي اون لو كراد دو جينيرال. ما كانش واحد يقدر ياخذ مبادرة. خليني نعطي لك رسم، ما كانش واحد قال يقول لا ماشي هاك تجي هاك. ما اللي دارها محمد الجنرال هذا كان جو قايدي، محمد قايدي، هذا محمد قايدي صعب روحو يعجبو فيه ويضربو فيه ويحاوزو فيه لأنه ناقضهم في الرأي، اختلف معاهم في الرأي. دونك الباقي الآخرين كلهم غير وي وي وي. أنت الجنرال اللي ما عندوش يعني شجاعة باش يعطي رأي، ما عندوش شجاعة باش يقول لا، ما عندوش ما نقاش. وهذا هذه أكبر إساءة تمت ضد الجيش الجزائري من طرف شنقريحة، مع العلم أنه شنقريحة ثاني مهبول. كي قلت مهبول أو مانيش نتمسخر، شنقريحة كان يقتل في الناس بيديه، وداير كاين كتاب تاع سار قاع يعني تباع وكذا ومنها كي تكلم عليه ما كانش مشهور. تكلم عليه كي كان كولونيل في باليسترو، سمعت قال لك 12 تاع الليل مشاو يفتشوا في دار مواطن، دخلوا قلبوا له دار وداروا بيتسيون قلبوا له الدار، بابات العائله هذاك خرج راه عند شي كلي حاسبوا برا يستنى. قالوا يا ولدي وعلاش ديروا لي هاك وكذا، جبت كابوسة حقوه وحبة في راسه وجاو رايحين. كي خرجوا للعسكري كلمة خرجوا مبلا قالوا واش؟ قالوا كان هذا كلهم دي تيروريست. نعم. ودونك ماشي هذيك الأولى ولا الثانية. باش واحد يدير هكذا سكيبل. اليوم أنت عندك على رأس الأمن الداخلي. واحد يضرب الكاشيات. يضرب الكاشيات. إيه سي 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 دو كري نون بوبليابل. نرجعوا لحكايه دو كري نون بوبليابل وعلاش؟ على خاطرش كما كنت درنا عندو قال اتونسيون كاين ملف راح يمشي عليه. دونك ما حبوش يبينوا بلي راهو تنوما. هو نصر الجن نهار يطلع جنرال كنت انا هو علق انا درت له فيديو وجبت له التاريخ تاعو وجبت له كلش. هو رجع لكازيرنا قال له واش قال عليك فلان؟
أنا راح بعث لأني كنت تكلمت على أمين بقزوحة ولد عبد الوهاب بقزوحة اللي على 14 سنة في عمره داوت حطوا له كابوسة في راسه ويعيطوا لباباه ويقولوا له أهدر مع باباك قول باباك يسحب الشكوى تاعو ضد نظام وإلى رانا نقتلوك. كان عنده 14 سنة. أنا عاود حكيتها لي واش يدير نصر الجن؟ يروح يبعث جماعة تاعو يجيبوا أمين بقزوحة يدوه ويقول له ضبط يعدوه الجلد لندن يعني يدير معاه حوار جلد لندن ويقول بلي ما كاش منها وأنا كي جاوني كانوا ناس لا 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 وأنا ما عندي حتى علاقة مع بابا وأنا كدا وأنا تبرأ من باباه. وعلاش؟ لأنه ناصر الجن في هذيك هبل كيفاش جبدوا هذا التاريخ تاعو. نهار اللي جا راح يتعين قال له تبون في الجامعة وجد روحك أسي ناصر سمعت في الحال كثرنا عليه الهضرة مليح قالوا بون ما عادش تصورونا كي في لي بروموسيون دير تشوف في سان جوي ديفاع ما بينوش خلاص تاع الأم كي طلعوا دي جينير وتاع مكتب باريس اللي طلعوا خالد تبون هذاك سموه دوك ما عندناش صورته ولكن بعد جبت الصوره ديالو الحال جبنا الصوره تاعو ما بينوش صورته سمع غير الاسد مع هذاك اللي عداو بدوكري نو بوبليابل وهذا كان بدري معمور به انه جهاز الامن لما يترقاو ما يوروهمش ما يكتبوش عليهم لما يتعينوا ما يتكلموش عليهم وعلاش شكون راهو ندير الأمن الداخلي ولا شكون مدير الأمن الخارجي تبدل يدير ولا واحد يسمع ولا واحد يسمع حتى اللي في السيرفيس ما يسمعوش اللي في السيرفيس ما يسمعوش هاي الخطرة دايرو دونك هذا يا ناصر الجن نجوحك ليه راجل ياكل الكاشيات تكش واحد يحط لي واحد يعيش بالكاشيات ولبسوا القتال تحطوا مدير الأمن الداخلي هذا مدير الإرهاب الداخلي مش مدير الأمن الداخلي ما يقدروش يجيبوا ناس نظافة هشام لأنهم عبارة عن عصابة وكون يجي واحد حاكم الأمن الداخلي وطني نظيف وواحد حاكم الأمن الخارجي نظيف وواحد حاكم القوات البرية نظيف وواحد حاكم الدرك الوطني نظيف يعني كون يجوا هذا هم أصلا ما خلوش نظاف يوصلوا إلى الرتبة هذا وخلين اللي مشوا منظاف ومخلين ثانية اللي ما يرفدش راسه رو بعض الناس يشوفوا جنرال يقول لك جنرال والله العظيم الذل اللي عاشوا حتى وصل لرتبة الجنرال واللي يعيش فيه الآن اللي يسب له حتى يماه ويعني يمسله حتى في شرفه يعني يعمل فيه كي جندي ويهين فيه لكنه والله نحن تكلمنا على 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 هذا واقع الانتخابات وكذا كثير من الأسئلة سي هشام وسي وليد يسألوا يقول لك نحن وين رايحين هم جزائريين يسألوا كثير نحن وين رايحين تبون دار عهدة كاملة لم ينتقد في شيء في الحملة ولا تم تقييم ما دار هو ما عندوش برنامج لكن عنده واحد الوعود 54 ربما الآن راح يزيد لنا 8 أخرى يقول لك 62 بمناسبة التصويت لكن السؤال كثير يسألوا الجزائريين يقول أنتم إعلاميين ونخب جزائرية حابين يشوف واش ينتظر فيهم فضلك سوالي أنا بالنسبة إلي يعني هو السياسي لازم يكون متفاعل لكن نقولها بكل صراحة راهم ادينا للخير وما يقع حاليا هو مقدمة للهيار الفعلي للدولة الجزائرية منين يعود واحد كيما بلغرينا يروح يدير تهريج في الحملة الانتخابية ويرد العالم يسخر منا ويضحك علينا هذه بوادر للهيار بدأت تظهر وأنا بالنسبة لي حكم بوتفليقة ولا حكم الرئيس بوتفليقة ولا شخص الرئيس بوتفليقة كان مغطي الكثير من الأمور اللي ظهرت بعد ذهابه ورحيله. سكين اللي راه واقع في الوقت الحالي يتطلب إنقاذ الجزائر من قبل يعني أولئك الفئة اللي بالك ممكن داخل النظام تكون عندها الشجاعة ونتمنى أنها تكون عندها الشجاعة لاتخاذ قرار الشجاع هؤلاء اللي راهو في الواجهة حاليا في شنو المستوى الداخلي ما الشعب الجزائري المئات من الجزائريين راهم يهربوا يوميا نحو سواحل إسبانيا في شنو في بناء اقتصاد حقيقي لأنك أنت عندك أزمة سياسية أنت ما حليت المشكل السياسي تاعك
ما تقدمش قبل الاقتصاد. هذا النظام ياخذ اموال البترول والغاز يشري الشرم الاجتماعي ويشري السلاح ويدس شويه دراهم وخلاص، ما عندوش، ما قدرش او عجز باش يخلق الثروه، عجز باش يدير تكتل اقليمي مع دول الجوار، عجز باش يبني اقتصاد في ان المشكل سياسي بالدرجه الاولى، ولما يكون عندك المشكل سياسي مستحيل تبني اقتصاد حقيقي. هذا النظام او هذا الثنائي ولا هذا الجماعه اللي حكموا بعد الفليطه على المستوى الخارجي المساله الامر كارثي كارثي. لم تكن الجزائر قط من قبل تدخل في نزاعات ومشاكل مع الدول مثل ما حدث في هذه السنوات الاخيره. كل الدول خلى معها في الفساد، ما عاد عندنا المشكل او الصراع التقليدي مع المغرب اللي عنده اكثر من 60 سنه، ولا عندنا مشكل مع ليبيا، ولا عندنا مشكل مع دول الساحل، ولا عندنا مشكل مع اسبانيا، ولا عندنا مشكل مع فرنسا، مع الامارات. تصور ان ولا عندنا مشكل مع حتى الدول اللي في البحيرات الكبرى الافريقيه. يعني هذا النظام اوليو باش يكسب حلفاء واصدقاء للجزائر كسب اعداء، رد يعني دخل في عداوات، دخل في عداوات ومجانيه ومجانيه وغير محسوبه ومجانيه وغير محسوبه. وهذا يؤكد على ان الدبلوماسيه الجزائريه تعيش أسوأ مراحلها. الدبلوماسيه التي عندها ملف واحد اللي هو ملف البوليساريو، ملف الصراع مع المغرب. اذا شفنا القصيده نتاع نجيب تبولو، شوفوا هذا النظام اللي يدافع عن الاطراف نتاعه، الكم الهائل من الهزمات والهزائم والنكسات الدبلوماسيه لا تعد لا تعد ولا تصح. قولوا لي هذا النظام واش دار في هذه الخمس سنين؟ هل تمكن من احماء دوله واجبنا في العالم بالاطروحه نتاعو، ولا تعترف بهذه الجمهوريه اللي راه على اراضي كيلو ولا دوله؟ على عكس المغرب، المغرب خلال هذه السنوات حقق مكاسب. نهار وصل ولا نهار يحيي تبون، نهار ديسمبر 2019 كانت اول قنصليه تحلت من ضرب جزر القمر في العيون في المغرب. اليوم كاين 30 تقريبا 30 قنصليه، وهذا يؤكد على ان المغرب حقق مكاسب كبيره على مستوى الدبلوماسي في هذه البلاد، في حين هذا النظام اللي هو فاشل داخليا لم يستطع جرى ديون الهزائم، وما زال لانه لا يمتلك فكر ولا استراتيجيه ولا بعد نظر، وعنده عقده، وهذه اللي راهم شادين الحكم في البلاد ما عندهمش الجرأة والشجاعه انهم يتخذوا القرار السليم الصحيح اللي يخدم المصالح نتاع البلاد. احد الابواق نتاع هذا النظام قالهم هذه الايام